يا ساتر يا ساتر، شوفوا شنو لقيته امام عيوني. شوفوا موجود هنا عندنا ثلاث انواع مختلفة مال درج مال صناديق. عندنا النوع الاول مال درج الصناديق اللي هو النوع الطبيعي الخشبي اللي كل الناس تعرفه، هذا الدرج الطبيعي. اما النوع الثاني اللي هو الدرج ولكن من نوعية مختلفة، اللي يعتقد نوعية الكوبر شباب هي تعتبر. اما النوعية الثالثة مال درج الصناديق اللي هي نوعية الاسطورية اللي كل الناس تحبها، اللي هي درج الصندوق الدايموند. واو هاي شنو هاي؟ ثواني شباب، هاي برنامج جد صناديق. صناديق هاي لو شنو شباب؟ والله العظيم ما ادري شنو القصة. يبي يبي صحيح صناديق شباب عملاقة، صناديق عملاقة وربي. اوه ماي جاد ورب الكعبة، ما توقعت انه راح اتوقع. شنو شنو صار شباب؟ شو جاي يصير؟ والله ما ادري عيال. اوه ماي جاد، لازم ننتبه شباب احنا ما نطيح بالحفرة يا عفو الله. اوكي شباب، لازم اليوم باي طريقه نحاول انه احنا نصعد فوق كل درج مال صناديق ونكتشف شنو موجود داخل كل صندوق عملاق. خلينا نتاكد هذا صندوق لو مقلب شباب، خلينا نتاكد اول مره شباب. ما ادري شنو صار اخي، شنو هاي القدره الخارقه اللي عندي يا اخي؟ دقيقه شباب، خلي نجرب نستخدم القدره الخارقه مالتي على هاي البقره اللي موجوده هنا. تتوقعون انها راح تموت او لا؟ ثواني شباب، راح نستخدم القدره الخارقه بعد 3 2 1. ابو شيف تشا ابا، واو شنو القدرة الخارقة شباب؟ ياب 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 شباب، طيرن طيرن يا رب الكعبة، ولكن القدرة الخارقة ما اقدر استخدمها كل مرة شباب. ابلع. لا حلوة لا حلوة شباب. اوكي اوكي والله صناديق شباب هذا 100% مو مقلب. اوكي فما علينا بين شباب، هسه جربنا القدرة الخارقة مالتني وجربنا كل شيء، فالحين شباب راح نجرب نصعد فوق الدرج الدايموند. اكيد الدايموند شباب، احنا مو فقره حتى ندخل نصعد الصناديق الخشب، مو فقره حتى نصعد هذا مال الكوبر ما ادري شنو. فيلا نقول بسم الله. شنو السالفه شباب؟ لا 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 لا، بلوكات مخفيه موجوده، بلوكات مخفيه بلوكات مخفيه. نو واي نو واي، لا شباب بلوكات مخفيه. إيه؟ هنا بلوكات مخفيه شباب، بس الصناديق فاضيه. دقيقة ايش مكتوب هنا؟ فري بلاش بلاش. طيب ايش قد؟ 20 دايموند. شنو 20 دايموند؟ 5 تي ان تي، شنو الاسعار المبالغ بيها؟ اوكي اوكي، اهم شيء شباب عندنا هذا ابو الخشب اللي من خلاله نقدر نصعد شباب. يلا ماكو مشكلة بما ان هذا ببلاش، فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحاول باي طريقة نصعد اللي فوق لهذا الدرج ونشوف شكو داخله. اوكي نشوف شكو داخل الصندوق اللي بالنهاية. تمام، جت لي فكرة اسطورية شباب، ليش ما اول ما نصعد اللي فوق شباب، وهنا أنا موجود بلوكات مخفيه، بس ان شاء الله 100% انه من نصعد اللي فوق راح يكون اكو طريق لهذا. لا شباب مسدود المكان، مسدود مسدود وربي. هنا أنا اوكي اوكي قدرنا نروح شباب، من هنا كل بلوكات مخفيه يا عفو الله الرحيم، والله العظيم ورطه هاي. طيب بس جت ايش في هذا الصندوق مقلوب للجهه هاي شباب؟ والله ما ادري شنو القصه مالته. فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتحنا هذا الصندوق ابو الخشبي بعد 3 2 1 انطلقنا. اوكي اوكي، يعني شباب للامانه شغلات ببلاش يعني لا يستهانوا بها، يعني حرفيا هاي تقريبا ببلاش. اوكي عندنا هاي الدروع، ماي جاد شوف الدروع البلاشيه الخشبيه ما ادري شلون الشكل مالتين. طبعا هاي خشبيه ولكن مختلفه، هاي دروع خشبيه مختلفه يعني مو هاي دروع خشبيه عاديه. تمام عندنا كم من حب؟ 24 حبه خشب، كل زين. شنو ترايدنت خشبي؟ وات لا لا شباب مطرد الدنيا مطرد الدنيا. طيب شلون طريقه استخدام مالته؟ ما ادري رب الكعبه. اوكي هاي شنو مطرد الدنيا شباب؟ لا 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 لا. اوكي عندنا هذا السلاح شباب، يجلد ما يشتغل ليش؟ ليه شباب شنو القصه؟ لازم هذا البلد. اوكي خلينا ناخذ كل شيء شباب ونروح ناخذ لنا غرفه سريعه اللي رسميا صارت دنيا ليل. اهرب 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 ابو المور اهرب. لا 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 بس لا تطيح بس لا تطيح، جيب العيد جيب العيد وربي. اوكي اوكي الحين اعتقد السلاح يشتغل. يبي 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 يشتغل يشتغل يشتغل. اوكي احنا كلش جوعانين يا عفو الله. طيب لازمنا نكت لنا شوي كتاكيت شوي كذا منك منك، تعال كتكوته ارجوك. ابلع والله نايس بوي ورب الكعبه، انت قاعده كذا ذا السلاح شباب حرفيا قوي، يعني مع الرغم انه خشبي ومتواضع الشكل مالته ولكن ده يقوم ده يسوي اداء جدا حلو، يعني الاداء مالته جدا بيرفكت واسطوري. اوكي ول 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 شباب مطرد الدنيا. الو ايرون جولد شلونك حبيبي؟ طيب شباب نحاول نشوف لنا بيت شنو هالصناديق؟ اوه متروسه شنو هاي؟ اوكي نريد لنا فقط اكل احنا شباب، خلينا ناخذ لنا هذا الاكل كله زين. عوف القروي عوف القروي عوف القروي عوف القروي لك عوف القروي ولك عوف القروي اتعفون. لا لا راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. يلا سلام عليكم، يلا جلد القروين شو لي علاقه بيكم؟ اخروا عوف القروين عوف القروين عوف القروي عوف القروي. اي شباب ماي جاد، شكرا شكرا عم القروي، لا تقول لي شكرا والله انك ورعي القروي البيع. ليش هذا القروي ما يقول لي شكرا شباب؟ اوه
اوه نايس، هذا الاكل شباب، هذا الاكل. هاي عندنا سمك مطبوخ شباب، سمك مطبوخ حلو يا شباب. ماكو بالسرير يا اخي، منك ياب ياب ياب، هذا موجود سرير، خلينا ناخذ لنا غرفه سريعه. حتى بالتالي اول ما تختفي المطر نكمل الشغل مالتنا ونحاول نحصل لنا باي طريقه. والله نايس شباب، باي طلع الشغلات اسطوري. شنو هاي شباب؟ اذا نجرب نحط لنا بلوكه خشب هنا شي يصير؟ وات شباب، الو الو وين راح؟ او ماي جاد، اندفت ذيك البلوكه. والله ما توقعت كذا راح يصير يا عفو الله. اوكي نسحب على هذا المكان، حرام يا اخي ما يصير ان احنا نقط القرويين. هاي عوف القرويين، عوف القرويين، ابلع. والله نايس نايس يا ربي. طيب شباب خلينا نشوف الحين شنو هذا الدرع. اوكي اللي جاني درع خشبي تشيلد، والله ما انتبهت له اول مره اشوفه. طيب عندنا شنو؟ شنو شباب؟ الو الو الو، ايش جاي يصير؟ شنو هالهامر؟ واو والله رهيبة. السلام عليكم سكيلتون، ايش تسوي الاداة؟ ايش تسوي الاداة؟ اي اي ويليد ويليد، وين 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 مالتي وين مالتي؟ ابلع ابلع سكيلتون، ابلع، تأدب تأدب حتى المرة الجاية لا تمد يدك علي ويرع ويرع. اوكي عندنا شنو هاي الاداة مال السحرة؟ ما ادري شنو الفايدة. اوبا اوبا شباب، شوف البكاكس اللي عندنا، رب الكعبة جبارة. ثواني ثواني، هاي كم مطلوبه شباب؟ مطلوب من عندنا انه احنا نجيب 20 حبه. ابشر لو لو لو، او ماي جاد او ماي جاد شباب، كنت راح اموت ورب الكعبه. اكل اكل، هيل 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 ابو المور، ثلاث قلوب ثلاث قلوب رسميا شباب. الله ستر، والله اذا يجيني سكلتن يعطيني واحده هيد شوت، هذا رحنا بيها شباب، هذا رحنا بيها. هسه من خلال يا عفو الله يا عفو الله، شنو ذا؟ يعني تخيلوا شباب، هذا الشيء لقيناه بهذا الصندوق شو اسمه الخشبي مال الفقراء، تخيلوا. كان اللي بالنص مال الاغنياء ومال الاسطوره شلون؟ يا عفو الله الرحيم، يعني شباب نقدر ننزل الى طبقه رقم 12. ياب 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 ياب، انزل ابو المور. شنو هالبكاكس الاسطوري المطور الغريب العجيب ورب الكعبه، ما ادري شلون. قوي 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 بدل معنى الكلمه وربي. وين شنو هاي شباب؟ راح نوصل البدروك، والله قوي، وصلنا البدروك وربي. شباب تتوقعون 20 حبة دايموند كم يحتاج لنا من وقت حتى نقدر نلاقيها شباب؟ اكيد بلمع البصر، اكيد هذا ذئب انا بكل مكان. وين شباب؟ او ماي جاد، والله رهيبة 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 شباب ورب الكعبة. كمل كمل، خلينا نهيل شوي، خلينا نهيل شوي شباب، طريقنا الى الدايموند اليوم لازم نلاقي دايموند باي طريقة. 20 حبة 20 حبة، دايموند. اوبا حصلنا، هاي تطوير فورتشن طلعت 14. اوكي لا حرامات شباب، ناقصنا 6 حبات. نو واي نو واي شباب، هاي تعال. وول شو هالبكاكس، شو هالبكاكس يا عفو الله؟ تعال جيب الذهب. او ماي جاد يا عفو الله. اوكي باقينا 4 حبات شباب، باقينا 4 حبات حرفيا شباب. اوكي لاقين 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 لاقين، باذن الله الواحد العدد، باذن الله الواحد العدد، باذن الله الواحد العدد، لاقين الدايموند. بليز يا اخي والله هذا بكاكس جبار بتاع معنى الكلمه. طيب الهامر شلون؟ حتى الهامر اسطوري شباب، الهامر نفس الاداء. لا انكسر الهامر، لا والله مو نفس الاداء، هذا ما ينكسر، هذا يطول يطول مو مثل الهامر. يعني تخيلوا هذا البكاكس اقوى 1000 مره من الهامر، يعني الهامر ما استخدمناه اقل من 10 ثواني وانكسرت على طول، بس هذا يطول وياني. هلا والله باللبس نزلي، هلا والله باللبس نزلي. اوكي ماي ماي افلت، اسحب على الماي، خلي نشوف يا اخي بليز دايموند وين؟ احنا المفروض بالطبقة الصحيحة يا عيال، طبقة الدايموند اللي هي. كسر كسر، فلش 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 فلش، غريبة رب الكعبة. جاي يصير وين الدايموند؟ شباب يعني تخيلوا، يعني مع الرغم انه هالبكاكس جدا قوية ويعني جاي تكسر بطريقة جدا رهيبة، ولكن مع الرغم كده ما جاي نلاقي دايموند. وات شباب فسخناه المنطقة كاملة، شوفوا شوفوا كله كله طيرناه هذه المنطقة ولكن الدايموند ما موجود. طيب اروح بطريقه زجزاجيه، اروح بطريقه زجزاجيه، يا الله يا الله يا الله. اوكي روح يمين يسار، يا يا اخوي ذاك عايشين هاي شباب، ذاك عايشين هاي، والله غريبه ماكو دايموند. لماذا ماكو دايموند هنا؟ المفروض لافا شباب، يعني اكو دايموند 100%. لا تقولوا لي ولا اقول لكم، اكو دايموند اكو لافا، يعني اكو دايموند. وات شباب جاي يصير؟ وين الدايموند عيال؟ والله ما توقعت كذا راح نطول، قلت على السريع شباب راح نجيب لنا 20 حبه، بس والله طلع منقرض الدايموند بهذا المكان. حصلنا 22 حبه الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. اوكي الحين نصعد شباب من خلال طريق البلوكات، من البلوكات اللي فوق، بس اعتقد راح نجي بعيدين احنا شويتين عن المدينه مالتني، ولكن نحاول انه احنا نوصل باي طريقه كانت. اوكي كمل نصعد الطريقه التقليديه. والله الحمد لله وشكر شباب، هذا البيكاكس اسطوري. شوف التطويرات اللي بيه، شارفنس اكس، سمايت اكس، باث اون اف ثربوتس، ما ادري ايش اسمه، اكس نوك باك 5، فاير اسبيكت 5، لوتينج 5، افشنسيتي اكس، فورتشن 5، ان بريكينج 5، ان بريكينج اكس، ان بريكينج اكس. لك عايش نو يا شباب، بيكاكس اسطوري، بيكاكس اسطوري، اتمنى يكون عندي دوما. والله تخيلوا لو بماينكرافت العاديه يا شباب، طبعا هاي ماينكرافت مودات، تخيلوا لو بماينكرافت العاديه موجود تشكيل زي كذا يا اخي، والله بيكون شيء مره بطل ورب الكعبه يا اخي. شنو ما وصلنا، لسه ما وصلنا الى اليابسه. والله العظيم شكلنا تورطنا شباب، اعتقد بعدنا كل شيء هواي، كل شيء هواي بعدنا على اليابسه شباب. اعتقد هاي هذه هذا هو شباب. يابي هنا 100% شباب، 100% نوصل. يابي وصلنا وصلنا وصلنا. اوكي القريه موجوده مالتنا هنا، والمكان مال الصندوق بهذا المكان، فيعني ما ابتعدنا هواي الحمد لله والشكر على كل حال. فنروح كل اللي قدام شباب، نحط لنا يعني ما اريد اروح سباحه شباب، ما اريد اروح سباحه. طيب يقول 20 دايموند، طيب انا لازم نخلي ال 20 دايموند. والله العظيم ما ادري يا عيال، والله العظيم ما ادري يا شباب. دقيقه خليني اتاكد اول مره. اوكي قربنا نوصل، ما باقي شيء شباب. اوكي يا اخي مكان الدايموند راح اخليها المصيبه. دقيقه شنو كتابه جديده صارت موجوده، مكتوب هنا كرافت انفل، ده يقول لنا لازم انه احنا نصنع انفل يا اخي. الكتابه تو اجت لك عشان هاي. طيب شباب، البيت الغرفه اللي دخلنا لها قبل شويه، او البيت اللي دخلنا لها قبل شويه، لمحت كم حبه ايرون، فشنو رايكم نروح نخبط لنا الايرون اللي لقيناه قبل شويه؟ اعتقد كان بهاي البيت لمحت الايرون. انا يب الطبق اللي فوق، الطبق اللي فوق ايرون انجت شان، اعتقد بهذا المكان. يب صحيح صحيح صحيح. طيب كرافتنج تيبل ما موجود، نصنع كرافتنج تيبل ولا يهمكم شباب، ولا يهمكم. ماكو كرافتنج تيبل، نصنع كرافتنج تيبل. طيب اوكي خلينا نستغنى على جميع الكبل ستون ايات اللي عندنا اللي احنا بنحتاج لهم، ونجيب جميع الاي الجاست. هاي مال جاست، نو واي شباب، طلع ايرون انجت. لا شباب، الايرون انجت معروف انه انت تدمج 9 حبات يصير عندك ايرون، هذا جولد نجت. يا رب الطابق الاخير، يا رب نلاقينا ايرون يا رب. لا شباب لا ما كذا، ما نتفاهم كذا، ما نتفاهم للامانه شباب. بليز يا اخي جيبونا ايرون هسه، شلون ورطاي بليز يا عفو الله. والله العظيم ورطاي شباب، شنو هاي؟ راح لازم نصنع لنا انفل، المصيبه الانفل يحتاج لها هواي فلوس. طيب بيت رقم 3، شنو مطعم هذا؟ مطعم موجود هنا ورب الكعبه. طيب الغرفه البيت شكو بي، يا رب يكون بي شيء ايرون شباب. يا اخي شنو مفسخ هذا البيت، ما بي ولا شيء حرفيا. اوكي هذا البيت 100% شباب، باين فخم شباب، يعني 100% ما داخله شيء. اوكي ما داخله شيء، لك عايشين هاي شباب، والله ما ضيع هاي، والله العظيم ما ضيع هاي شباب. انا مالي خلق ارجع اسوي رحله كافيه ثانيه على مود اجيب الايرون. الله حرامات يا عفو الله. ايه شباب هذا المطلوب، هذا هو المطلوب شباب، انكسر لنا هذا. اوكي ما حد شاف هذا كله انكسر، هذا دايره ما دايره، هسه ما حد شاف شباب، هاي شوفوا ما حد شاف الحين، صار كانه كل شيء ما صار. اوكي ما حد يحس شباب هذا كله، يعني شلون اقول لكم، يعني لاني انقذت القرويين قبل شويه، فهاي يعتبر شوي مكافاه الي يعني، لان انا انقذت القرويين، فكما تدين وتدان شباب، اني انقذت القرويين وقدرت انه اني اساعدهم من الزومبيين باستخدام هذا السلاح اللي عندي، والحين اجى الوقت حتى القرويين يعوضوا لي، فعوضوا لي البلوكات الايرون، فكل شيء تمام. اوكي خلنا ناكل لنا شوي سمك ونروح نصنع لنا انفل، وبالتالي راح نقدر ندفع وندخل على طول الى هذا الدرج ابو الكوبر، ونشوف شنو موجود داخل الصندوق الكوبر، ويلا نقول بسم الله. اوكي حلوين. طيب يقول كرافت انفل بسيطه حبيبي، نجيب لنا كرافتنج تيبل بهاي البساطه، بعد ما نسوي لنا كرافتنج تيبل نحط لنا الكرافتنج تيبل بهذا المكان، نحلل لنا جميع الايرونات، جميع الايرونات شباب، خلي نصنع لنا الانفل. او شباب شوفوا اكو طريقه مال انفل اسطوريه وربي، هاي انفل جديدة شباب، شوفوا الشكل مالته شلون، ولكن احنا نحتاج لنا حتى الانفل الطبيعية. طيب وبعد ما صنعنا الانفل شنو نسوي؟ الو شباب، لا شباب، وبعد ما سوينا الانفل طيب شنو الفائدة الانفل الحين؟ ما ادري احنا هسه صنعناه شباب، تعال خلينا نروح ناخذ لنا غرفة سريعة، خلينا نجرب نتهاوش شوية الايرون جولد.
اهرب اهرب، ما حد شاف شباب، ما حد شاف، اهرب، افلت 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 افلت. اوكي ندخل هنا. طيب تتوقعون شباب شنو فائدة الانفل؟ وربي ما ادري ما ادري الامانة شنو راح تفيدنا هاي الانفل اللي صنعناه الحين. ما ادري رب الكعبة، خلينا نرجع من النوم ونشوف ما هي فائدته هذه الانفل يا عيال. رب الكعبة ما ادري، خلينا نعشق. اوكي نخلي شباب ما نقدر نخلي نعشق ونعوفه، حرامات شباب حرامات، هذا السلاح فقط تعشق على طول يطلق، يعني مو مثل باقي الاسلحة تعشق ويبقى الطلق موجود بالسلاح نفسه يعني، فاهمين؟ فخلي ما نحاول انه احنا نطيح باي الحفرة. اوكي ارجعوا بالمور. اوكي اصعد اصعد. هاي شنو هاي كتابة جديدة؟ وات شباب؟ كرافت هوبر. اوكي بسيطة شباب، خلي نصنع لنا هوبر، ماكو مشكلة بما ان يقول انفل وبعدين هوبر. فاعتقد الهوبر هو رد لنا صندوق، يرد لنا صندوق شباب. اوكي خلي نصنع لنا صندوق، ماكو مشكلة، ماكو اي مشكلة شباب. فبالتالي صنعنا صندوق، الحين نقدر نجيب لنا الهوبر بهاي الطريقة الخفيفة اللطيفة. فنحط لنا الهوبر اعتقد اذا ما خاب ظني بهذا المكان، والحين بمجرد ما نحط لنا العشرين حبة دايموند بهذا المكان راح ينفتح لنا هذا الطريق، وهذا والله اعلم شباب. اوكي دفعنا مو اي دفعنا دفعنا شباب، الحين اعتقد لازم ننتظر مو هيك؟ فما ادري شباب، خلينا نحسب من واحد لخمسة. اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اوكي الحين فتح الطريق، يبي يبي فتح الطريق فتح الطريق. طيب الحين لا هذا الطريق مسدود، الحين مسدود مال هذا الطريق، شوفوا جاي يصعد جاي بلوكات مخفية. اما هنا شباب الطريق صار مفتوح، ياب 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 ياب، طريق الدرج الكوبر صار مفتوح. فخلي الحين نصعد اللي فوق ونشوف ماذا يوجد بنهاية هذا الطريق. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب. ولكن هاي تقريبا اغلب الشغلات لسه ما جربناها، هاي عندنا الدرع جربناه، اكس ما ادري شنو، والله شكري راح استغنى عليهم شباب الامانه، يعني مالي خلق اسحب. خلي نحط هذا الصندوق شباب كل شيء. اوكي نجرب البكت الحليب اللي بالخشب شباب، نجرب والله ما يفيد الامانه شباب، حرفيا ما يفيد. او حتى اكو بوكت ماي، اكو بوكت ماي خشبي. لا 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 خربنا خربت هاي المنطقه شباب، خربت خراب خربت خراب المنطقه، الله يوفقني. اوكي خلي نحط لنا بهذا المكان. طيب هاي شنو هاي؟ او عندنا شو اسمه عدد بتاع كله، حلوين حلوين حلوين. لا 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 شباب الخشب الاكل اقصد السمك، السمك ما لازم انه احنا نستغنى عليه، وهذا كله نقدر نسحب عليه كل ادوات، نحط ادات فقط ادات بتاع كله، نحط لنا الطلق والسلاح مالتني، الايرونات ما تدري جوز نحتاج له، انه الدايموندات نفس الشيء. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، خلينا ناكل هاي السمكايه ونصعد اللي فوق ونشوف ماذا يوجد بنهايه هذا الطريق مال الصناديق الكوبر. اكيد موجود صندوق، ولكن ماذا يوجد داخل هذا الصندوق راح نشوف هسه بعد 3 2 1 انطلقنا. او ماي جود شباب، ثواني ثواني، هاي عندنا درع جديده، نشمر الدرع القديمه. اوكي اجيب الدرع الجديده، خلي هاي شنو هاي اكثر من نوع مال درع يا ربي، شنو هاي يا اخي؟ اوكي بوت بنطرون، خوذه خوذه وتشست بليت، شنو هاي الشغلات يا اخي؟ والله العظيم ما ادري للامانه شباب، ولكن المستوى مال الدروع مالتنا تقريبا فل يعني. اوكي ثواني شباب، شنو الدروع التعبانه؟ اكو دروع احسن، اسحب علي الدروع شباب تعبانه هاي. شوف هاي اوه شنو هاي شباب؟ اوبا اوبا شوف قلوبي شلون صاروا، شوف قلوبي شلون صار، وشوف طريقة السرعة مالت. دقيقة بعدين نجربها شباب، خلينا ناخذنا بعد شغلات أكثر حتى شنو حتى نسيطر. أوكي خلينا نشوف. أوكي عندنا ستاك بقر. أوكي هاي شنو هاي؟ شو يسوي هذا؟ آي من أني كنت صغير كنت ألعب هاي، ولكن كنت أحط لي حجارة بهذا المكان شباب، نحط لنا حجارة وهذا شباب. أوكي بلاستيكي إميرالد جان، عندنا سلاح الإميرالد حلوين، ولكن ما بيطلق، لازمنا حبات ايميرالد. اوكي عندنا بو ما ادري شنو، والله العظيم شباب شغلات جدا اسطوريه، خلنا ناخذ كل شيء. هاي شنو تشيز برجر، 12 حبه تشيز برجر حلوين. اوكي اسحب عليهم شباب، خلي نروح نجرب الحين هاي السرعه مال هذا. اوكي وي لا حلوه 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 الامانه شباب. نجرب الكروس بو، الكروس بو ما يشتغل لان شباب ما عندنا اسهم. طيب ايميرالد دوغر شو يسوي هذا شباب؟ ضعيف نوعا ما شباب، ما فاد هواي. طيب هاي نفس الشيء ما تشتغل، ما ادري شنو الشغله اللي لازم انه احنا نضيفها. بير كلاو، بير كلاو قبضه الدب، قبضه الدب هم انا ما فادتنا، هاي السلاح ما فادني. شنو بعد؟ برونز ستاف، شو يسوي برونز ستاف شباب؟ ما ادري الامانه برونز ستاف شو يسوي شباب، ما يفيد نسحب عليه. شنو بعد؟ ميثل شو يسوي هذا شباب؟ والله ما ادري شباب شغلات تعبانه،
توقعت شباب راح تكون شغلات أسطورية، ولكن أغلبيتها كل شيء ما تسوي، مثلاً هاي الأداة فقط أنها تسوي أفكتات، يعني كل شيء ما تسوي ثاني. جولدن جان ماكو طلاق، اسحب عليه. طيب هاي شنو الدايمون؟ ما أدري هذا السيف شنو هذا بالضبط؟ سيف أبو وجهين. والله العظيم الأمانة ما أعرف شنو قصته شباب. هذا عندنا نفس الشيء شباب. عندنا سيف. حلو هذا السيف. يرم على الدروع مالتي شباب، ذهبي يعني، شان ذهبي. أوكي عندنا الدرع. هذا الدرع يسوى شباب، هذا الدرع حلو يعني ما بيه شيء. اوكي سيف المقلوب عندنا. هاي ما ادري شنو هاي، ما ادري شباب. سيف المقلوب نجرب. يا اخي والله العظيم ورطه هاي، والله ما لهم فايده رسميا. هاي الشغلات كلها تعبانه حرفيا شباب. الشغلات يعني حتى شغلات هي زينه ولكن ما متكامله رسميا. يلا ما علينا بين شباب، خلي نحاول انه احنا نروح نحصل لنا الطريقه اللي من خلالها راح نقدر انه احنا نحصل لنا الخمس حبات TNT حتى نقدر نصعد لوين؟ الى الدرج اللي بعده، درج الصناديق اللي بعده شباب، اللي هو موجود هنا، والذي يتكلف علينا انه احنا نجيب خمس حبات TNT. طيب اول خطوه شباب، خمس حبات TNT يراد لنا كميه مال هذه، كميه من الرمل يعني حرفيا شباب يراد لنا كميه من الرمل. لازمنا خمسة اعتقد التي ان تي يراد لنا كم، خلينا نكتب لنا بهذا المكان شباب، نكتب مثلا تي ان تي، نشوف التي ان تي كم يراد لنا من حبه رمل. أربعة ضارب خمسة، عندنا أربعة ضارب خمسة بعشرين، يعني يراد لنا 20 حبه رمل، وخمسة ضارب خمسة 25 حبه جام باودر، يعني يراد لنا هذول الشغلات شباب. فخلاص هاي نجيب لنا اول مره 20 حبه رمل. انه بنحاول باي طريقه ندور لنا على كريباريه، ونحاول انه احنا نجيب كريباريه باي طريقه كانت. اوكي سالفه الرمل وخالصين من عندها، الحين بقت مشكله الكريباريه شباب. وين راح نحصل لنا الكريبر؟ ما اعرف. لازم اعتقد شكلي لازم انتظر الدنيا لين ما تصير الدنيا لين حتى نرسبونه شوي وحوش، حتى لان محتاجين كريباريه شباب، لان الكريباريه بالصبح ما يجون. اوكي موجود لمحت هنا بلوكة حظ، خلي نجرب نكسرها ونشوف ماذا تتوقعون ان تاتي. هاي شنو هاي؟ هاي شنو نوع الفاكهه شباب؟ شو اسمها هاي؟ كاكاو فروت. كاكاو هلا كاكاو. اوكي نكسر لنا هاي بلوكة الحظ نشوف بلكي طلعنا تي ان تي. بير امنيات الله يستر من بير امنيات. ايه دايموند ليتس جو يا رب كبير. اوكي حلو اوكي نصعد. بلوكات ما عندنا غير، يا عفوا لا ما عندي غير الرمل، حرامات شباب ما اريد استغنى على الرمل، الرمل راح يفيدنا بشكل مو طبيعي على مود انه احنا نصنع لنا شنو؟ نصنع لنا ذاك اللي اسمه هذا اللي اسمه تي ان تي شباب. اكو واحد ينزل تي ان تي، اكو واحد ينزل تي ان تي. فخلص شباب ما عندنا خيار ثاني. دقيقة بما احنا حصلنا ايرون يعني ذاك السلاح الاميرالدي راح نقدر نستخدمه، ما ادري اني الاغراض وين طشرت يعني شباب، خليني انتبه يا رب انه اني الاقي الاماكن. اوكي هنا انا اعتقد شباب يب هذا المكان اللي طشرت الاغراض، بهذا المكان شباب يراد لنا ندور على شنو؟ ندور على السلاح الاميرالدي. انا وين شمرته يا اخي؟ انا يا اخي ليش شمرت انا الاغراض يا اخي؟ والله العظيم اني غبي، ليش اكذب عليكم ولكن اني غبي يا اخي. وين شباب السلاح الاميرالدي؟ وين راح؟ وربي ما ادري، اختفى السلاح الاميرالدي شباب، اختفى رسميا وحرفيا. اوه ماي جاد يا عيال، لا الرمل نحتاجه. اوكي خلاص شباب ما عندنا شيء ثاني غير انه احنا ننتظر لين ما تصير الدنيا ليل، وهذا هو شباب. اوكي فاعتقد هنا السلاح يب لقيته. لا هذا اميرالد دوغر، هذا سيف الاميرالدي، يريد اللي شو اسمه اللي يسوي طلق اعتقد ذا. ثواني يب هذا فخليني اسوي كده نجرب الحين. ايوه كده صار، ابلع ويريه. اوكي حلوين هسه راح يساعدنا هذا على اموت نقتل الكريباريه. فالحين راح اسوي انه اني لازم انتظر لين ما تصير الدنيا ليل، تمام. اوكي واخيرا صارت الدنيا ليل شباب، فالحين فقط مجرد انه احنا ندور لنا على هلا والله ابلع. بابا والله رهيب. والله الكريبر الاول موت، ابلع. اوكي كم اعطانا حبه جام باودر؟ ثانك يو. والله ما ادري ايش قد شباب. اوكي خلينا نشوف. اربع حبات نايس، احنا يحتاج لنا 25. اي على السريع شباب بنحصله. اوكي الحين صارن 6 نايس. اوكي تعال انت ورع. 12 صارن. اوكي راد لنا 25. والله هذا شباب البيكاكس الامانه جدا قويه. اي خلاص حصلناه كله تمام. حصلنا الكميه المطلوبه شباب، حصلنا الكميه المطلوبه. فسلام عليكم، والله بيكاكس قويه شباب حرفيا، البيكاكس فادتنا بكل الشغل للامانه يعني. اوكي فاللي راح نسويه شباب بكل اختصار انه احنا لازمنا هوبر ثاني حتى ينفتح لنا ذا المكان. اوكي ماكو شجره قريبه علينا،
ماكو شجرة قريبة. شنو بلوكات مخفية الموجودة هنا؟ يردنا شجرة قريبة شباب، يعني حرفيا يردنا شنو؟ يردنا نجيب لنا، بس قول وياي، خشب. يبي 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 يحتاج لنا خشب. سلام عليكم عمو الكريبر. خلاص خلاص، كافي وقتك كريبر، كافي وقتك، كفى وقتك. اوكي خلي نجيب لنا هسه خشبتين على مود، مو مشان شيء، مشان انه احنا نسوي لنا صندوق حتى نقدر نصنع لنا هوبر ثاني، حتى نقدر نفتح لنا ذاك المكان، يعني 100% يحتاج لنا هوبرز. اوكي فحصلنا الجام باودر المطلوب، الساند المطلوب. اوكي اكسر القزاز. اوكي سلام عليكم حبايبي. سلام عليكم. اوكي شباب خلينا نوصل هذا المكان. اوكي نجيب الكرافتنج تيبل، نسوينا نصنع هوبر. اوكي هوبر، هاي صنعناه الهوبر. او ردنا صندوق، ليش قلت لكم لازمنا صندوق شباب؟ لان ضروري، لان يعني الهوبر ما ينصنع الا بالصندوق. تمام هاي خلاص سوينا الصندوق. اوبا شنو، ليش دمجنا؟ والله ما ادري شنو القصه. اوكي نحط لنا الهوبر بهذا المكان. الحين باقي شيء واحد، انه احنا نصنع لنا تي ان تي، خمس حبات تي ان تي مثل ما طلب عندنا. هاي جيب خمس حبات تي ان تي، اسحب علي ابو المور. اوكي اشمر تي ان تي بهذا المكان، نتاكد ان المكان بهذا موجود، وننتظر نحسب من واحد خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اوكي اعتقد صار الوقت المناسب، وهذول الكريباريه يردون يتحارشون بي واخر اصدقائي كريباريه. اوكي خلينا نتاكد. يب يب ضبطت 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 شباب، ضبطت شباب. خلينا ننزع الدرع شباب، مالي خلق انه اني ثواني شنو الشيء اللي جاي يخليني قلوبي، هذا اللي يخلي قلوبي هواي شباب للامانه. والدرع همين يا شباب، هسه الشاشه صارت باينه شباب. تمام فيلا شباب الحلوين، هسه اجت اللحظه الحقيقيه اللي من خلالها راح نشوف ماذا يوجد داخل هذا الصندوق الدايموند. فاذا انتم متحمسين حتى تردون تعرفون شنو موجود داخل هذا الصندوق الدايموند، اللي يريد من عندكم هسه كلكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، راح نفتح لنا هذا الصندوق بعد 3 2 1. بوم. اوكي اوكي اوكي، عندنا درج الدايموند. واو شباب شوفوا الدرج الدايموند، ما احلى هذا، تقدر تسوي لك درج جميل. اوكي درع الدايموند، درع اليوتيوب الدايموند ابو 10 ملايين شباب، هذا اعتقد ما ادري مال 50 مليون الالماسي شباب، درع اليوتيوب الالماسي. واو نايس بوي. اوكي عندنا دروع الدايمونديه غريبه عجيبه، اول مره اشوفها بحياتي للامانه. شنو هاي الخوذه وتشست بليت؟ اوه خوذه تشست بليت عملاقه شباب، شنو هاي؟ اوكي شنو هالدرع دايموند شيلد؟ لا والله حلو شباب، وبعد هواي شغلات. اكو عندنا همر، اوكي همر يعني نفس البكاكس مال قبل شويه، والسيف المقلوب شباب، سيف الدايموند المقلوب، ودايموند سبير، وكرافتنج تيبل الدايمونديه. تعرفون شباب شنو فائدتها الكرافتنج تيبل الدايمونديه؟ مثلا 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 انت عندك 22 حبه ايرون، تسوي لك بلوك يطلع عن اربعه، تحلل البلوكات يصير عندك ايرون هاي وكذا يعني. وهي الشغله ترى تضبط على الدايموند همين يا شباب، ولكن انا المشكله ما عندي ما عندي، بس قولوا يا شباب ما عندي دايموند الكافي، ما عندي دايموند الكافي حرفيا حتى يمديني انه اني اصنع الدايموند اللانهائي. اوكي فلازمني على الاقل 9 حبات دايموند. اوكي خلاص شباب الحمد لله والشكر قدرنا نحصل هواي شغلات. فعلنا وصلنا الى نهايه الفيديو الخفيف اللطيف، اتمنى اشوفكم هذا المقطع، فلا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، وبس مع السلامه، باي باي.